ألف جنيه دول هيعملوا حاجة، لكن انت كلتهم كلهم ما اديتنيش منهم ولا مليم. بعدين يا مرة يا حد يشيل البنت دي من هنا ولا مش عايزين نجيب لا كده يا مصطفى يا خلف روحوا على المغرب يا شيخ. يلا 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 يا مصطفى يا مالك؟ هي البيت دي كانت عايزة منك ايه؟ مفيش، انت خلصت؟ اه. على فين؟ ما طيرها اكتر ما هي من طيارة. كان عندي قضية مستعجلة، أقدم لك راقصة المثقفة خريجة الجامعة، عضوة في أكبر شبكة دعارة في البلد. أنت اتجننت؟ إيه اللي بتعمله ده؟ إيه؟ أنت عارف مين موجود هنا؟ عارف عريس الغفلة اللي بترمي شباكك حواليه. الفراولة بتاعي الفراولة. الفراولة بتاعي الفراولة. تقوم تجيب واحدة معاك كده. مالها؟ دي أحسن وأشرف منهم كلهم. وبصراحة أحسن وأشرف منك كده. مصطفى أرجوك ما تدورش ليلة. ومين قال لك إنها هتبوظ بقى؟ مين قال لك؟ هوريك أنتوا عريس الغفلة بتاعك، استنى. اسمعوا يا جماعة، النهاردة هنحتفل بعيد ميلاد سامية للمرة الخامسة السنة دي. هقدم لكم أجمل وألذ وأطعم وأنقح رقصة في الشارع محمد علي باشا، الرقصة اللولبية خاطر. تحبوا تتفرجوا عليها؟ طيب يا مصطفى، وتقول لهم اني بحتفل بعيد ميلادي للمره الخامسه؟ خمسه ولا عشره وحد واخد باله، ده عالم مصبح من كلها. ما تيجي رايح نروح فيها عشان البطن وجعاني وعايز احكي لك. انت اكيد اتجننت مصطفى. مستنيك من بدري قوي يا استاذ. حضرتك عايز ايه بقى؟ انا حضرت المرافعه بتاعت حضرتك في المحكمه وحافظها عن ظهر قلب. كويس. الاقي عند حضرتك وقت بقى نتكلم فيه؟ لا ما عنديش وقت انا. ارجوك يا استاذ معلش انا مش هاخد من وقتك كتير، بقول لسعادتك انا مستنيك من المغرب. الله يخليك ويطول في عمرك، ده انا حتى ما اتعشيتش. عامل عايز ايه يعني؟ حضرتك اثرت قضيه ضخمه في المحكمه، هل انت متمسك بها؟ امال يعني تفتكر نعملها عيال؟ يعني المساله مش مجرد مناوره لزياده مبلغ التعويض؟
لا بس حضرتك اترفعت في قضايا تعويض كتير قبل كده. بس القضية دي مختلفة. وايه وجه الاختلاف اللي فيها؟ مش ملاحظ ان انا مش فاضل الكلام ده دلوقتي؟ اتوقع على دلوقتي وبعدين نكمل كلامنا بعدين. يلا خلي في حلمك. يا استاذ حلمك عليا، انا جاي اساعدك. تساعدني؟ ده موضوع خطير ما تقدرش عليه لوحدك. لازم حد يسندك. ما تجيب من الاخر يا بيضة. انت عايز ايه بالظبط؟ الحزب بتاعي بعتني عشان اتفاهم معاك. احنا مستعدين نقف وراك ونمولك بالمبلغ اللي انت عايزه عشان تكمل القضية للاخر وما تتراجعش فيها. ها. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا استاذ؟ بتعمل ايه يا استاذ؟ يلا يا حبيبي وريني كمان خطوتك احسن ما اشتمك بالاب والام والكلام الوحش ده. يلا مش هتقدر عليهم لوحدك. انت مش مقدر الموقف. ما تنساش تاريخك اللي الناس كلها عارفاه. مفيش حاجة يا حمود. خش نموت. مش هتعشى؟ لا. سيدي القاضي، أصبح من المعروف أن القضاء المصري هو الحصن الباقي والأخير، فأنا أهيب بعدالتكم ألا نفلت من أيدينا هذه الفرصة. وإذا كان السادة الوزراء قد رفضوا المثول أمام عدالتكم فهذا يعني أنهم لا يحترمون القضاء. هدوء! يا أستاذ نتكلم في موضوع القضية أحسن. هذا هو موضوع القضية. سواق الأتوبيس وعامل التحويلة ليسوا أكثر من أدوات يحركها نظام كامل. سيد القاضي، أنا مصر على مطلبي باستدعاء السادة المسؤولين الحقيقيين عن المأساة لاستجوابهم. وشكرا. تؤجل القضية لجلسة 25/9. رفعت الجلسة. ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان همشي الشوط لنهايته. عشان توصل لايه؟ لازم المسؤولين الحقيقيين يتقدموا للمحكمة. عاوز الحكومة تستقيل. ده اللي بيحصل في اي دولة متحضرة. الحق معانا ولا لا؟ احنا مالناش دعوة اذا كان الحق معانا ولا لا. احنا لينا دعوة بالتعويض. وبعدين انت فتحت جبهة صعبة قافلاها. سامية، انت عندك فلوس قد ايه؟ ليه السؤال ده؟ معلش رد عليا. الحمد لله مستورة. بلاش نكسب القضية دي وخليك معايا. اقنعني. مش هعرف. بس حاسس انها قضية عمر. أول حاجة تعطل الطريق من زمان أوي يا سامية. مراهقة متأخرة؟ وصاحبة الموت. نسيتي القضايا اللي كنت بترفعي فيها زمان يا سامية؟ نسيتي قضية عمال السكة